السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، مع حل امتحان محافظة المنيا 2021 تالتة إعدادي ترم تاني. أول سؤال طبعا التعبير، واحد التعبير الإجباري، اكتب لافتة على طول من غير ما تكمل. شكل اللافتة تعبر فيها عن خطر الشائعات، أي حاجة تكتبها ليها علاقة بالشائعات خدت الدرجة كاملة. ممكن أقول له احذر الشائعات، ممكن أقول له الشائعات خطر، أي حاجة تكتبها هتاخد الدرجة كاملة إن شاء الله. 2، اكتب في واحد من الموضوعين التاليين، اختار الموضوع اللي تقدر تكتب فيه احسن. السؤال اللي بعد كده، من درس فارق الحب والنوى، انك لا تنظر الى حبة القمح او نواة التمر فتحسب انك تنظر الى قطعتين من الجماد الاصم الاخرس كأنهما حصاتان القت بهما الاحداث. اختر الاجابة الصحيحة. 1، مضاد تحسب، تحسب يعني تظن، يبقى عكسها تتيقن او تتأكد اللي موجودة في الاختيارات. 2، مفرد الاحداث حدث، يبقى نختار الاجابة الصحيحة حدث. ب، صح او خطأ. 1، حبة القمح ونواة التمر حصاتان في الواقع لا اكثر، دي عبارة خاطئة لانهما خزانتان طاقة. 2، يدعون الكاتب في الدرس الى التأمل في عظمة قدرة الله، دي عبارة صحيحة. جيم، كيف تكون حبة القمح دليلا على عظمة قدرة الله؟ لان حبية القمح عندما تتوفر لها الظروف المناسبة ومعها مشيئة الله تتفتح عن عود حي يتغذى من الأرض ومن ماء المطر ويستمد من الهواء والضياء الفعالية والنماء، ينتهي إلى حمل من سنابل القمح في كل سنبلة عشرات الحبات. السؤال اللي بعد كده من قصة طموح جارية، تخير الإجابة الصحيحة. غضب نجم الدين عندما علم بهجوم إسماعيل على حمص، برافو، صح أو خطأ. 1، وصف لويس شجرة الدر بأنها شيطانة خلقت من حديد، دي عبارة صحيحة والكلام ده كان في الرسالة اللي بعتها لزوجته مارجريت. 2، اتجه نجم الدين إلى دمياط ليكون قريبا من أشمون طناح، لا كده غلط، اعكس، اتجه إلى أشمون طناح ليكون قريبا من دمياط. جيم، كيف تم التخطيط لمواجهة الأعداء في المنصورة؟ نزل نجم الدين بقصر المنصورة وأمر بإصلاح السور المطل على البحر وستره بالأسطار ونصب المجانيق عليه وتجديد الأبنية للسكنة ونصبت الأسواق وقدمت السفن المصرية بالرجال والعدد، كل ده كان استعداد لمواجهة الأعداء في المنصورة. السؤال اللي بعد كده القراءة المتحررة، اقرأ القطعة كويس جدا، اختر الإجابة الصحيحة. 1، مضاد كلمة غريب، عكس غريب مألوف. 2، مفرد كلمة فرائس فريسة، يبقى مفرد فرائسها فريستها، صح أو خطأ. 1، كل المخلوقات لا تستغنى عن الضوء، دي عبارة خاطئة لأن جاب لنا أمثلة كتير جدا من الكائنات الحية اللي بتستغنى عن الضوء. 2، تعجز الخفافيش عن الصيد في الظلام، لا دي عبارة خاطئة، إن الخفافيش يمكنها الاصطياد في الظلام، موجودة في القطعة. جيم، كيف تحصل الدببة القطبية على فرائسها؟ برضو الإجابة بالنص موجودة في القطعة، بيقول الدببة القطبية يمكنها الرؤية بأنوفها حيث تشتم رائحة فرائسها وتحدد مكانها وتنقض عليها دون أي خطأ. السؤال اللي بعد كده إجباري، نص رسالة إلى ابني، يقول الكاتب فاخر عاقل، واحرص على أن يكون اختيارك لعملك على أساس من قدراتك وميولك وقيمة هذا العمل لمجتمعك، ومن واجبي أن أفتح بصيرتك على حقيقة مهمة جدا، وهي أن عصرك الذي تعيش فيه عصر علم وثقافة وتخصص. تخير الإجابة الصحيحة. جمع عصر، عصور أو أعصر، الموجودة في الاختيارات كلمة أعصر، يبقى دي الإجابة الصحيحة. 2، مفرد قدرات، قدرة موجودة في الاختيارات، يبقى قدرة، دي الإجابة الصح. ب، ينصح الكاتب ابنه ويؤكد حقيقة، ناقش ذلك بينصحه باختيار عمله وبيؤكد على حقيقة مهمة أن العصر الذي نعيش فيه عصر علم وثقافة وتخصص. السؤال اللي بعد كده، ما الجمال في أفتح بصيرتك؟ ده هنا تعبير جميل، بيشبه البصيرة بنافذة تفتح، وده تعبير جميل برضو بيدل على حرص الأب على مصلحة ابنه. من نص بقى سفينة نوح، سمع، لأن النص ده مش حفظ، بيقول أمر الله سيدنا نوح بصنع السفينة وألا يتحدث عن الظالمين لأنهم سيغرقون. إيه الآية اللي بتدل على المعنى ده؟ زي ما احنا حافظين، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. كده جاوبنا على السؤال الإجباري. النصوص بقى الاختياري، النصوص الشعرية، بنختار منهم واحد. السؤال الأول من نص وادي الكنانة، دعت مصر فلبينا كرامة ومصر لنا فلا ندع الزمامة،
قياما تحت رايتها قيامة، أمامكم العلا فامضوا أمامة، هناك المجد يدعوكم فهبوا، وليس يروعكم في المجد خضبوا. تخير الإجابة الصحيحة. 1- مضاد يروعكم، يروعكم يعني يخيفكم ويفزعكم، يبقى عكسها يطمئنكم. 2- مرادف امضوا، امضوا يعني ايه؟ يعني سيروا وتقدموا، دي الإجابة الصح. ب- ماذا طلبت مصر وكيف رد أبناؤها؟ طلبت مصر من أبنائها العمل من أجل بناء مجدها، وكيف رد أبناؤها؟ سارعوا كراما ملبين النداء. جيم ماء الجمال في المجد يدعوكم، هنا الشاعر بيشبه المجد بإنسان ينادي شباب مصر ويدعوهم للعمل. دال ما علاقة فلب بين كراما بما قبلها لما دعت مصر، إيه النتيجة؟ بسرعة لبينا، يبقى علاقتها نتيجة لما قبلها. السؤال الثاني من نص خلال كريمة، اقرأ ثم أجب. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. اختر الإجابة الصحيحة. مضاد مكارم، عكس مكارم مساوئ. 2- مرادف إخفاق، كان مطية الإخفاق وسيلة للفشل، يبقى كلمة إخفاق بمعنى فشل. ب- تبين الأبيات أنواع الناس وقيمة الأخلاق، ناقش، هنقول له أنواع الناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، نقول له إن في بعض من الناس يرزقه الله بالمال، ومنهم من يرزقه الله بالعلم، ومنهم من يرزقه الله مكارم الأخلاق. وقيمة الأخلاق أن الذي يرزقه الله بالأخلاق قد اصطفاه وميزه على باقي المخلوقات، لأن المال بحاجة إلى العلم، وأن العلم بحاجة إلى الأخلاق التي تعلي من شأنه. جيم ماء الجمال في المال إن لم تدخره محصنا بالعلم، ده تعبير جميل بيشبه العلم بالحصن الذي يحمي المال ويحافظ عليه. دال ما علاقة كان مطية الإخفاق باللي قبلها؟ هنا بيقول العلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه، هتكون النتيجة، هيكون العلم ده مطية للإخفاق وسيلة للفشل، يبقى نتيجة على طول، نتيجة لما قبل. السؤال اللي بعد كده النحو وألف الإعراب، بنعمل جدول ونكتب الكلمات اللي تحتها خط ونقرأ علشان نعربها. إن المتأمل، إن ده حرف ناسخ والمتأمل دي اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتح. إن المتأمل في مرآة الحياة، مرآة دي اسم آلة، في مرآة الحياة يرى أن للعمل أثرا بليغ، على وزن فعيل صيغة مبالغة، أثرا بليغا في جوانب الحياة، فمن المعروف، على وزن مفعول يبقى دي اسم مفعول، فمن المعروف أنه أهم السبل، أهم دي اسم تفضيل على وزن أفعل، أهم السبل لصنع مستقبل. صنع إيه؟ مستقبل، مستقبل دي اللي وضحت وخصصت، يبقى مستقبل دي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر، لصنع مستقبل مخططة أهدافه فتمسك به طالبا، دي جملة فعلية، تمسك دي الفعل، كيف تتمسك؟ طالبا، يبقى كلمة طالبا في جملة فعلية وإجابة سؤال كيف ونكرة ومنصوبة، كده شروط الحالة اتحققت، يبقى طالبا نعرفها حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. فتمسك به طالبا المجد لك ولوطننا مصر. مصر دي الاسم اللي جه بعد اللقب أو الوظيفة اللي هي وطن، وإحنا عارفين إن الاسم اللي بيجي بعد اللقب أو الوظيفة بيعرب بدل، وكلمة وطننا دي اسم مجرور، يبقى مصر دي بدل مجرور، ومصر ممنوعة من الصرف، يبقى نقول بدل مجرور وعلامة جر الفتحة. كده جاوبنا على الإعراب، تعالوا مع بعض نجاوب على الاستخراج. استخرج من الفقرة ما يلي. 1- اسم مفعول من فعل ثلاثي، يعني كلمة على وزن مفعول هلاقي كلمة المعروف، يبقى كلمة المعروف دي اسم مفعول من فعل ثلاثي. 2- اسم فاعل من فعل غير ثلاثي، يعني يكون مبدوء بميم، هلاقي كلمة المتأمل من الفعل غير الثلاثي، تأمل يتأمل متأمل. 3- اسم تفضيل، عندنا كلمة أهم على وزن أفعل. 4- صيغة مبالغة، قلنا وإحنا بنقرأ القطعة كلمة بليغ على وزن فعيل. 5- اسم آلة، قلناها برضو دلوقت كلمة مرآة، مرآة دي اسم آلة من الفعل رأى. السؤال اللي بعد كده في قطعة النحو جيم أجب بما هو مطلوب. المنيا المدينة الأكبر في الصعيد، صوب الخطأ، الأكبر دي مذكر والمدينة دي مؤنث، يبقى العبارة دي خطأ، لازم نقول المدينة الكبرى مش الأكبر. 2- المنيا موعد الاختبار، موعد هنا دلت على زمان ولا مكان، المنيا دي مكان، يبقى موعد دي اسم مكان.
ثلاثة، الطالب واعي أهمية العمل، واعي دي اسم فاعل ولازم نحذف الياء لأن الكلمة دي نكرة ومرفوعة، يبقى نقول الطالب واعٍ أهمية العمل. أربعة، اختر الإجابة الصحيحة، الصباح ملتقى الطلاب. ملتقى دي دلت على زمان ولا مكان؟ الصباح ده زمن، يبقى ما تحته خط كلمة ملتقى اسم زمان. وبكده يبقى احنا جاوبنا على امتحان محافظة المنيا. بتمنى لكم كل التوفيق، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.